تعديل العمل بالدستور بشكل مؤقت. الله أكبر لكل أبطال شمال سيناء، ويمكن دي تكون آخر لحظات حياتي في الدنيا. أنا لسه عايش، متمسكين بالتبة ومتمسكين بالأرض عشان خاطر زمايلنا الشهداء، ما نسيبهمش ولا أي مصاب هنسيبه. أحب أعرف الجميع وأديكم نبذة عن حياتي، ليا الشرف والدي الشهيد اللي أفتخر بإنجازاته. كلفنا رجاله مهمه ان احنا نخش مناطق بؤر ارهابيه جديده. فعز دينه كان بينزل للدفاع عن كل شبر في الوطن، وباستماته عرض حياته الف مره للضياع، ما يستاهلش كره ابدا او شماته. واحب افكركم جميعا لو نسيت اللي اتحرم دلوقتي منه اهل بيته، وعشان امنا بالقدر وبالشهاده قلنا العمل لاجل الوطن افضل عباده. انا معايا عسكري، انا معايا شهيد، طقوس كبير علينا كلنا. اللهم الاعتراض اكد حاجه مكتوبه، هاتوا حق بابا على ما انا اكبر واجيبه بايدي. انا حبقى زيه مش هخاف، هكمل المشوار بداله. فعز دينه كان بينزل للدفاع عن كل شبر في الوطن، وباستماته احنا مش هنسمح ان حد يقرب من مصر تاني ويدخلها في الفوضى والخراب والتدمير تاني. عرض حياته ألف مرة للضياع، ما يستاهلش كره أبداً أو شماتة. وحب